طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحكي عن شابتر 11 واللي هو difficult decisions، بمعنى قرار صعب. In this unit، في هذا اليونت، you will أنت سوف practice writing about cause and effect relationships. في هذا اليونت يقول راح نحكي عن علاقة التأثير والسبب، وراح تستخدم البراينستورمينج، تدفق الأفكار، و learn how to paragraph with questions، كيف تبدأ الباراجراف بسؤال، و write a paragraph about difficult decisions، وتكتب إنشاء عن قرار صعب. هذه الأشياء اللي يقول راح نحكي عنها في هذا اليونت. يقول talk with a partner or a small group. It is important to keep secret. Are there any secrets you would tell? Has anyone ever told a secret of yours? Why? How did you feel about it? هنا يقول احكي ويا زملائك. هل من المهم الاحتفاظ بالأسرار؟ هل هنالك أي أسرار يمكن أن يخبرك أحد بها؟ أكو يوم من الأيام حكيت سر الأحد وأحد حكى هذا السر؟ شنو السبب؟ وكيف تشعر إذا أنت حكيت سر الشخص وتكلم عن هذا السر مالتك الخاص؟ Telling a secret. Do you think it's okay to tell your best friends a secret? هل تعتقد بأنه شيء جيد أو شيء عادي أنك تخبر صديقك عن أسرارك؟ Last year my best friend told me a secret. العام الماضي أحد أصدقائي أخبرني عن سر. عن شيء أخبرتني، الظهر هي بنية يعني تحكي عن نفسها. But she thought and she made me a promise not to tell anyone. وقالت لي وعد لا تقول لأي واحد. My friend is slim. صديقي نحيف. صديقتي نحيفة. But she thought she was fat. ولكنها كانت جدا سمينة. She wouldn't eat any food. ما كانت تأكل كل شيء. She became وأصبحت شلون إحنا نقول عليها يعني أصبحت غير طبيعية. شلون يعني فقدت الشهية؟ قامت ما تأكل ولا تشرب، فصارت جدا نحيفة. I didn't know what to do. ما يعني ما كنت أعرف إيش راح أسوي. Because I thought she might get angry. لأنني اعتقدت بأنها سوف تغضب. I hesitated to tell her parents or teachers. ترددت بشأن إخبار أبويها أو مدرسينها. However, I finally decided to tell her parents. بالأخير قررت أقول أبوها وأمها. As a result, كنتيجة, they made sure my friend ate all her meals. They also took her to psychologist every week for 6 months because of her parents and psychologist helps. My friend is much healthier now. I thought my friend would hate me for telling her parents about her problem, but last week she thanked me. I'm glad to I told her secret. طبعا هي قالت لها سر بانه انا ما اقدر اكل وفقدت الشهية، فهي سر يعني ما تريد تقول لحد يعني. فهي صديقتها رايحة قالة لأبوها وأمها، أبوها وأمها معالجينها، رايحين للطبيب وصايرة صحتها تمام ومتعالجة أفضل وشكرتها. والأخيرة تقول أنا اعتقدت بأنه هي راح تكرهني، ولكن هي بالعكس فرحت بهذا الشيء وشكرتني على هذا المساعدة، لانه انا ما كانت قصدها انه هي تفشي اسرارها، وانما قصدها كان المساعده. فبعض الاحيان اذا انت تخبر السر لشخص ممكن تنقذه، يعني مو دائما الضره يعني. طيب هنا عندنا ثانيا يقول read the paragraph، اقرا الباراجراف وناقش بعباره، يعني جاوب يعني اولا ثانيا، يعني هنا يريد ترتيب الاحداث. يا أول حدث اللي تم أولا ذكر له رقم واحد. Write one by the first one and second by the second. يعني رقم اثنين للثاني ورقم واحد للو. هذا إحنا ما نحتاج هيك أشياء.
يعني قبل الاستاذ راح يجيب لك تمرين من الكتاب يريدك تحله، لا الفكره مالته بس يريدك تفهم الباراجراف لا اكثر ولا اقل. يعني هنا 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 my friend thought she was fat. My friend thought she was fat. طبعا هذا هو اول حدث، فهذا راح نكتب له رقم واحد. الحدث الثاني نكتب له رقم اثنين. فهي اشياء عامه يعني عن القطعه بشكل عام. السؤال الثالث يقول why did the writer start her paragraph، ليش الكاتبة بدت الإنشاء مالتها بسؤال؟ طبعاً الجواب she wanted her readers to think deeply about her topic. إذن بدت الإنشاء مالتها بسؤال حتى خلتنا حتى تريد أن عدنا نفكر بالعنوان شوية بشكل دقيق أكثر وأكثر حتى نفكر يعني. نقطة رقم أربعة how did the writer develop her paragraph؟ شلون سوت الباراجراف مالتها؟ شلون رتبتها طورتها؟ طبعا she used a narrative، طبعا استخدمت قصة، حكت لنا عن قصة، قصتها ويا صديقتها، فتطور الباراجراف مالتها وصار باراجراف ناجح. هنا يقول language focus cause and effect، السبب والنتيجة. هنا يقول remember، تذكر باليونت السابع احنا اخذنا ال because واخذنا since وانطيناهم السبب والنتيجة، وبكتها اخذنا وحتى شرحناهن بالتفصيل عن السنز والبيكوز يعني، فهنا قاعد يذكرنا بيهن. طيب هنا شي يقول هنالك بعض التعابير الاخرى التي ايضا يمكن ان تستخدم للسبب والنتيجة، ومن ضمنهم الويتش واللايك وذولا يعني لايك سو هذولا ايضا يبينون سبب. عندنا من ضمنهم as a result، هذولا كليتهم used to contact idea، يعني ذولا هم ذولا هذا اللي بالأصفر هذا هو الكلمات التي تستخدم لإعطاء نتيجة وسبب. they are used to connect two ideas، تستخدم لربط جملتين معا. they all have a similar meaning، ويمتلكون معنى مشابه. they show that the second sentence was the effect، ويبينون أن بأن الجملة الثانية هي السبب. خلينا نركز على هالمعلومة، they show that the second sentence is the effect or result أو النتيجة of the first one، نتيجة الجملة الأولى. they can be used at the beginning of the second sentence or they join two sentences with the word and or before، ممكن يستخدمهم بالبداية أو الوسط. المهم هسه احنا راح نجي على as a result. طبعا as a result تستخدم في وسط الجملة، خلينا نكتب عليها ملاحظة، تستخدم as a result لإعطاء سبب ونتيجة، وتستخدم as a result للسبب والنتيجة وتستخدم في وسط الجملة ويأتي بعدها فارزة وقبلها نقطة، نضع قبلها نقطة وبعدها فارزة. أيضا عندنا consequently أيضا أداة تستخدم، أداة ربط تستخدم بوسط الجملة، تربط جملتين، قبلها يجيني نقطة وبعدها يجيني فارزة، نفس الحالة ونفس النظام ونفس الشيء، ماكو فرق جديد ولا أكو أي ملاحظة أخرى، تستخدم للسبب consequently therefore تقريبا نفس الشيء، هم كلهم يستخدمون للسبب والنتيجة. طبعا هنا بنقطة رقم خمسة يقول انظر إلى هذه الأمثلة، لاحظ أن الريزلت يجيني وراها فارزة. طبعا هذا الحكي هذا الكلام نقطة خمسة مال الفارزة ومال النقطة، وإحنا ذكرناه وطيتكم عليه ملاحظة، وكتبنا عنه ملاحظة عن الفارزة وعن النقطة، فهذه النقطة الخامسة ما يحتاجها لأن إحنا أصلا ماخذينها وكاتبين عليها ملاحظة. نجي على التمرين السادس يقول اربط الجمل بـ as result و consequently و therefore، اربط لياهم يقول يريد من عندنا نربطهم. طيب طبعا هاي الحلول موجودة بنهاية الكتاب. I wanted to travel for last year school consequently، لا ننسى consequently استخدمناها بالوسط، خلينا قبلها نقطة وراها فارزة، وبلغنا لها تحياتنا لا أكثر ولا أقل. نفس الحالة بقية الجمل، نخلي الآن نخلي الأدوات ذولا الثلاثة result consequently therefore بالوسط ونربطهم، لأن راح يربطون وراهم راح نخلي فارزة وقبلهم نخلي نقطة. طبعا هاي الحلول كلها ذا نشوفها، نفس النظام ونفس الحكي، result هذه therefore نقطة قبلها وفارزة. فكل التمرين هذا عبارة عن ربط، وتمرين بسيط يعني سهل، هذا إذا جاء بالامتحان فهذا الشيء كلش سهل وبسيط يعني. نجي على brainstorming، اليوم راح نحكي أيضا عن تدفق الأفكار، طبعا تجمع الأفكار. يقول you have already used discussion for brainstorming، إذا أقول إذا تذكر إحنا باليونت السادس أخذنا brainstorming.
to think taking just one person you can help you think of ideas for writing because that person can ask you focused questions about your topic. Your partner might ask the questions that begin with words like what, why, how long, when, and so on. For example, when the writer of Telling a Secret told her partner about her difficult decisions, her partner asked her questions such as, when did this happen? How did you find out about her problem? Why did you tell your partner immediately? هنا اكو اسئلة. يقول هنا نقدر نستخدم هذا النمط وهذا التكنيك حتى نقدر نجمع افكار عن الموضوع مالتنا. يقول to use peer interviewers effectively follow these steps. راح نتبع هالخطوات حتى نقدر نرتب الانشاء مالتنا على طريقة البرينستورمينج من خلال عملية البير انترفيوز. البير انترفيوز يعني شخصين وشون المقابلة. يعني يقول tell your monitor what's happened in each picture. عفوا to tell your monitor as much as you can about your topic. بالبداية تحكي صديقك عن الانشاء مالتك. هاي اول خطوة. When you run out of things to say, your partner will ask a question to help you continue. طيب اذا هاي الطريقة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن كتابة انشاء تكتب انت وصديقك، انت وزميلتك، انت وزميلك، ايا الكان، تقعد بالمحاضرة هو قدامك وانت تسأله وتكتب عنه. تكتب من انت توقف مثلا ما عندك فكرة، هو يسألك سؤال ويقول لك مثلا احكي لك سؤال، وهذا السؤال انت راح تجاوبه، من تجاوبه راح يصير عندك افكار، راح تقدر تكون انشاء صحيح ومضبوط 100% لان انت ناقشت صديقك عن هذا الموضوع. فبهاي الحاله انت صار عندك انشاء تمام. فخلينا نعيد، خلينا نعيد حتى تصير الفكره اوضح. عندنا البير انترفيورز. انترفيورز يعني شلون احنا قلنا نسوي، يعني نسوي برين ستورمينج، تدفق افكار من خلال النقاش. يعني تتناقش ويا شخص ويا زميل لك حتى يعطيك افكار. فشو يقول؟ طبعا حتى نطبق هاي الخطوات ايش قايل لك؟ اول خطوه قايل لك tell your partner as much as you can about your topic. اذا زميلك راح يحكي وياك عن هذا الموضوع، يسالك عنه، يسألك عن بعض الأسئلة وأنت تجاوب. هذا النقاش وهاي الأسئلة راح تثريك بمعلومات وأفكار حتى تقدر تدفق أفكارك وتجمع معلومات عنك. When you run out of things to say, your partner will ask you a question to help you continue. يعني من أنت تخلص أفكارك. run out ملاحظة مهمة جدا. run out معناها يخلص الأفكار أو يخلص الشيء. run out things to say، من تخلص سوالف ما عندك سوالف، your partner will ask you a questioning، يسألك بعض الـ questions، ask you بعض الأسئلة to help you continue، حتى يساعدك حتى أنت تستمر. إذا أنا من أريد أكتب مثلا على سبيل المثال، أريد أحكي عن صديق أو أريد أحكي عن أخوي، أكتب إنشاء عن أخويا، بديت لب 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 حكيت عنه، بعدين وقفت ما عندي سوالف. زميلي راح يسألني عن أخويا، يقول لي مثلا على شو يحب، شو يكره، شلون شكله. هذه الأسئلة هي اللي راح تساعدني حتى تخليني أتطور إنشائي وأكتبه بشكل تمام بسبب أسئلة زميلي. فهذه هي فكرة الطريقة هذه. write down the ideas that you talked about، أكتب الجمل اللي أنتم حكيتوا عنها، والنقاشكم اللي حكيتوا فيه راح يطوركم ويزود معلوماتكم. طبعا هذا الشيء اكيد احنا نعرفه كل زين. يعني اليوم انت كطالب، كطالب يعني اي شخص بالدنيا كلها اليوم اذا يريد يتكلم بموضوع، من انا احكي ويا شخص مثلا يصير نقاشي عن شخص مثلا على سبيل المثال عن انواع السيارات، يعني حكي له عن انواع التويوتا مثلا، يقول لي تويوتا كذا ونوعها هيك السياره وكذا، ومن يصير نقاش انا اساله هو يسالني، راح تزيد معلوماته عن هاي الموضوع وراح تصير عندي فكره كلش تمام بهذا الموضوع. فالنقاش يزودك بافكار جميله عن 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 الكتابه، ولازم احنا نتناقش بالموضوع مالتنا حتى نطور افكارنا عنه. يقول you want to use all of these ideas for the paragraph. يقول مو بالضرورة أنت تستخدم كل الأشياء اللي أخذتوها،
عادي ما نحتاج ما يحتاج نكتبها كلها، ممكن نكتب الأشياء المحددة فقط. With a partner, look at the pictures of women. هنا عدنا بتمرين السابع، يقول أنت وزميلة انظر إلى هذه الصور الإمرأة who had make difficult decisions and to do the following. والذي قامت بالعديد من القرارات، بدت قررت الكثير من القرارات الصعبة difficult decisions. يقول تيريون بارنتر واتس هابينج تو ايتش بيكتشر، احكي زميلك شنو اللي صار وتناقشوا بهاي الصور. طبعا هذا الشيء المفروض يكون بالصف، يصير اكو نقاش حتى ازودكم عنا بعض المعلومات. خلينا نشوف الانشاء الثامن، الفقره الثامنه كلش مهمه هذه. يقول ريد ذيس باراجراف، اقرا هذا الانشاء. ديد ذا رايتر انسر اني اوف ذيس كويستشنز اند كويستشنز يو روت وذ يور بارنتر. اقرا هذا الإنشاء. هل قام الكاتب بجواب لجميع الأسئلة؟ طيب studying abroad، الدراسة في الخارج. going to Australia was difficult decisions for me. الذهاب إلى أستراليا كان قرار صعب بالنسبة لي. I wanted to go to Australia to get a degree in business administration. طبعا انا رحت اردت الذهاب الى استراليا للحصول على شهاده اداره الاعمال من استراليا. but my parents didn't want me to leave home. بس ابوي وامي ما رادوني امشي اعوفهم. I know I would miss my friends and family too. انا اعرف ان انا راح يعني اعوف اهلي، راح اشتاق لاهلي، عفوا راح اشتاق لاهلي واصدقائي. Because I wouldn't be in Australia for 4 years. لأن أنا راح أكون في أستراليا لمدة 4 سنوات. In the end, في النهاية I decided to study in Australia to improve my career. بالأخير أنا قررت أدرس في أستراليا حتى أحسن من عملي. As a result, I now speak English very well. أنا الآن أحكي إنجليزي تمام، لأن أستراليا أحكي إنجليزي. And I work for a large international company. وأعمل لشركة عالمية كبيرة. Because of all languages I speak، بسبب اللغات اللي أني أحكيها. I also travel around the world a lot. أنا هواي أحكي أسافر، هواي أسافر بسبب عملي بشركتي. Therefore I don't regret going to Australia. لذلك أني ما تندمت بذهابي إلى أستراليا. طبعا هذا الانشاء مالتنا دائما وابدا ما ننسى نذكركم وننبهكم، هاي التوبك سنتنس اللي بالنص سبورتنج سنتنس، والاخير اللي هي الكنكلودنج سنتنس الجمله الختاميه. هذا كل ما موجود بالنسبه لهذا الانشاء. طيب خلينا نشوف. يقول طبعا هذا قرار صعب difficult decisions، الواحد يقرر يعوف اهله ويروح غير دوله حتى يدرس. choose one of these topics، اختار واحد من هاي المواضيع. Then work with a partner. ثم أعمل أنت وزميلك. Your partner will ask you questions about your topic. راح يسألك عن موضوع. Write down your partner question. اكتب أسئلة زميلك. At the end of the exercise، في نهاية التمرين، tell your partner which questions were the most helpful. وأخبر زميلك أي الأسئلة كان أفضل، أكثر فائدة أو أكثر شيء فادنا. طيب طبعا هذا يقول اختار واحد من هاي المواضيع أو اشتغل أنت صاحبك، اكتب عنها نقاش و telling a secret يعني تحدث عن سر. time I changed my mind، وقت الذي غيرت فيه رأيي. choosing a job، اختيار وظيفة. choosing a school university، اختيار المدرسة أو الجامعة. starting stopping an activity، بداية أو نهاية عمل شيء معين. طبعا هاي الأشياء اللي كليتها يكون بها قرار، اللي تحتاج إلى قرار حازم. فيقول بهذا الموضوع اكتب إنشاء عن هذه الأشياء اللي عندنا. طبعا هاي المفروض لو أنا هسه كأستاذ بالجامعة أدرس هاي المادة، هذني 4 مواضيع 5 مواضيع أخلي كل الطلاب يكتبون عنهم. هاي كل الطلاب يكتب عنهم، من يجي يكتب عنهم
اجي ثاني يوم اقول للطالب يلا طلع لي على انشائك تناقش بي شوف شنو اخطائك انت لا هذا افضل طريقه المفروض تصير حتى الواحد يقدر يرتب اموره بخصوص الانشاء وكتابته. اغلب الطلاب قاعد يخطئون خطا كبير جدا. شنو الخطا اللي قاعد يسوونه؟ خطا اللي قاعد يسوونه انه الطالب ما كاتب انشاء وما عارف شنو اخطائه. يبدي يجرب بالامتحان، يكتب له سطر ونص ويقول انا كتبت سطر ونص يتوقع ياخذ درجه كامله، ولكن تجي بالامتحان درجه معاني. المفروض الطالب يكتب انشاء ويسلمه للاستاذ، والاستاذ يقول يا هذا صح هذا غلط ويعالجه ويساعده ويفهمه. الان writing focus using a question to catch intention، يعني استخدام الاسئله لكي نتحدث عن لفت الانتباه. شلون الواحد يستخدم السؤال حتى يلفت انتباه القارئ؟ بعض الأسئلة أحياناً نستخدمها حتى نسوي انجذاب لمن؟ للقارئ. فيقول question at the beginning of your paragraph، الأسئلة في بداية الإنشاء مالتك can encourage your reader، يمكن أن تشجع القارئ مالتك to think deeply، حتى تفكر بشكل عميق أو دقيق about your topic، عن الموضوع مالتك. A question can be used to start paragraph about difficult decisions، الأسئلة يمكن أن نستخدمها في بداية الباراجراف اللي يتحدث عن اختيار أو قرار صعب، أو عن الرأي أو عن المشاعر الشخصية. يعني ما هذه الأشياء، يعني خلينا نجر خط جواهم، هذول الأشياء نستخدمهم دائما. يعني السؤال وعملية السؤال في بداية الباراجراف نستخدمها ويا difficult decisions، opinion رأي، personal feelings مشاعر شخصية. فمثلا يقول لك احنا اذا نذكر من اخذنا الانشاء، يقول do you think that it's okay to tell your best friend secret، هل تعتقد بانه انت انه شيء جيد او شيء عادي ان انت تكتب عفوا تتحدث عن سر احد الاصدقاء اصدقائك؟ فهنا من بدا الانشاء مالتي بسؤال، هنا خلاني افكر وخلاني أظل أفكر يا يعني الفكرة من الإنشاء شنية، وخلاني أظل فكري مشغول. فنجح الكاتب في عملية يعني في عملية تركيب عنوان للسؤال، عنوان جميل. فاختيار عنوان على شكل سؤال شيء جميل جدا، ويضفي إلى الإنشاء إضافة جميلة جدا، وتجعل القارئ يفكر تفكير أكثر عن الإنشاء، وراح يجذب الكاتب عفواً راح يجذب القارئ. طيب يقول will the answer be easy to or obvious، could the reader give answer very different from yours؟ طبعاً هذه الأشياء اللي ممكن تكون كجواب بي 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 بعملية بعملية تكوين السؤال، بعملية تكوين الإنشاء. طبعا هذه هي الفكرة الأساسية بهذا الموضوع، يعني ما عندنا فد شيء إضافي أو فد معلومة إضافية. يقول if the writer of telling a secret had asked if you have ever told your best friend a secret or have you ever bad friend with، وإلى آخره. طبعا الفكرة هنا انه احنا اهم فكره دائما من نريد نكتب انشاء نحاول بمواضيع التي تخص القرار او اللي تخص الراي او اللي تخص المشاعر، نحاول نصيغ سؤال. يعني مثلا انا اريد اكتب انشاء على سبيل المثال عن ما هو رايك في عن رايك opinion about بغداد يونيفرسيتي، رأيك بخصوص جامعة بغداد. أنا هنا من أريد أكون topic sentence يفضل أكون بصيغة سؤال، فأقول what do you think
or what is your opinion about the study about studying in Baghdad University? ما هو رأيك بخصوص الدراسة بجامعة بغداد؟ الآن أنا صغت topic sentence بشكل سؤال. ليش؟ على مود أكون فكرة عند القارئ أخليه يظل يفكر، لأن هذا رأي. إذا رأي أو مشاعر أو قرار دائما نحكي بصيغة سؤال. رقم 10 يقول below are several topics and some questions for the first sentence studying in استراليا. يقول لنا أكو أسئلة عن دراسة باستراليا. هذه الأشياء ما يحتاج نقرأها ونضيع وقتنا بها، لأن هي أصلا بخصوص الإنشاء مالنا اللي موجود بالمنهج. الأستاذ ما راح يجيب لكم أشياء بخصوص المنهج وتعال اقراها. يعني هيك أشياء إحنا شلون مثل ما نقول عليها ما نحتاج هيك أمور، يعني إحنا نحتاج ناخذ المغزى والشيء المهم جدا بخصوص هاي المادة. آخر شيء عندنا هنا، آخر شيء يقول لك من المواضيع اللي أخذناها اللي أعطيناكم إياها للعناوين، اختار موضوع من المواضيع اللي اختاريتها. وإذا تحب موضوع جديد احكي ويا زميلك عن الإنشاء مالتكم، التوبك عن العنوان مالتكم. رأيتي اكتب الإنشاء مالتك وتشيكه دققة، استبدل الأوراق مالتك ويا زملائك وشوف عن شنو كاتبين، وانت خذ من عندهم أفكار وما يأخذون منك أفكار. أقرأ الباراجراف مرة أخرى وحسن الأخطاء بعد ما شفت من زميلك. وآخر شيء سلم الأستاذ الإنشاء مالتك آخر نسخة أو آخر تعديل عن هذا الإنشاء، والأستاذ راح يصححه وتكيه. طبعا هاي مفروض هيجي، بس تعال من الأستاذ اللي يسوي هيجي؟ مفروض يجي. والله لو يسوون هيجي غير الأساتذة بالجامعات كان هسه كلكم فول بالإنشاءات وكلكم تعرفون أخطائكم وتعلمون.